نشكر المجلس البلدي على مبادرتهم الطيبة برئاسة الدكتور محمد عبد الله المر النقبي على دعمهم ورعايتهم لفعالية العصر البيضاء، ونشكر كذلك اهتمامهم بقضيتنا، ونأكد على أهمية هذه الرعاية على الأثر الإيجابي لذوي الإعاقة البصرية من تعزيز الثقة بالنفس، حيث يساهم على رفع مستوى الوعي بأهمية هذه الأداة أو استخدام هذه الأداة، وكذلك اندماجهم في المجتمع، وهذا ما كان ينادي به صاحب السمو الحاكم للوصول إلى الصحة النفسية وبناء شخصية قوية، وهذا هو الأصل. في الختام أحب أذكر لكم أني لمست إشارة طيبة في هذا الجمع على تضافر الجهود بين المؤسسات الحكومية، وكلها تترجم توجيهات صاحب السمو الحاكم حفظه الله ورعاه.